باستا الأصداف الكبيرة بالمأكولات البحرية. في مقلاة على النار، سخني أول مقدار من الزيت. حمر البصل والثوم حتى يذبلا. أضيف المشروم وقلبي حتى يجف ماءه. أضيف الحبار وقلبي. أضيف الجمبري على دفعات مع التقليب بعد كل دفعة. أضيف السمك على دفعات مع التقليب حتى لا يخرج ماءه. أضيف البهارات. وأخيراً قومي بإضافة كريمة الخفق مع التقليب المستمر، ثم توضع جانباً. اسلقي باستة الأصداف الكبيرة لمدة 12 دقيقة. في قدر آخر، سخني مقدار الزيت الثاني. حمر البصل والثوم حتى يذبلا. أضيفي طماطم بودي والصلصة. أضيف الملح والفلفل الأسود والأوريغانو ويقلب جيداً. أضيف الماء وقشطة بيلور وكريمة الخفق مع التقليب المستمر. في صينية الفرن، ضعي نصف كمية الصلصة لتغطية قاعها. قومي بحشو الأصداف بخليط المأكولات البحرية، ومن ثم رصيها في الصينية حتى انتهاء الكمية. ضعي ملعقة صلصة على كل حبة من الأصداف. رشيها بالجبن واخبزيها في فرن متوسط الحرارة لمدة 20 دقيقة أو حتى يحمر السطح. أتمنى أن تنال الوصفة إعجابكم، ولمزيد من الوصفات زوروا صفحة مطبخ جودي على الفيسبوك، أو زوروا موقع مطبخ جودي www.thegoodykitchen.com.